اهلا بكم اعزائي الشباب في كل مكان، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في جامعاتنا المصريه، كل مهتم باللغه العربيه دي حلقته، ودايما بنقول برنامجنا ينابيع المعرفه خاص بكل من يحب ان يتعلم ان يضيف الى معلوماته الكثير. طبعا حلقات متواصله من برنامجنا نحو مهارات النحو والاعراب، طبعا حاجه كبيره جدا بيقابلوا عدد كبير من الطلاب في جامعاتنا وفي مراحل تعليم مختلفه، صعوبه اعراب الجمله ومعرفه قواعد النحو والترتيب. هذا الامر النهارده ان شاء الله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نذلله، يمكن على مدار حلقات كتيره. النهارده بنكمل معكم اعزائي المشاهدين حلقتنا السابقة اللي انتهت حول مختلف المفاعيل وإزاي نقدر نعرف هذه المفاعيل وموقعها إيه، وكان معنا الدكتور وما زال معنا الدكتور محمد الهادي عفيفي، دكتوراه في الإرشاد النفسي وموجه لغة عربية. أهلا وسهلا بك يا فندم. دكتور محمد، يمكن في الحلقة السابقة تحدثنا عن المفعول المطلق والمفعول له والمفعول لأجله، ووقفنا مع حضرتك للمفعول فيه وعرفناه، لكن لم يسعنا الوقت ونتحدث عن المفعول معه. اسمح لي نعيد بسرعة ما أخذناه في الحلقة السابقة حول أنواع المفعيل وننتهي بالمفعول معه. بارك الله فيك. أنواع المفعيل المفعول به هو من وقع عليه الفعل، فعل الفاعل، وترتيب الجملة في اللغة العربية فعل فاعل مفعول. حضر محمد الدرس، حضر فعل ماض، محمد فاعل، الدرس مفعول به. المفعول المطلق عبارة عن مصدر منصوب من نفس حروف الفعل، يعني اسم نكرة في نهاية الجملة أو في ذات الجملة يسبقه نفس حروف الفعل. تمام. ضرب محمد اللصة ضربا، دي باديات مفعول مطلق. المفعول لأجله أي مصدر قلبي، يعني يعود إلى القلب، يصلح جواب لسؤال لماذا أفعل الفعل. أي سؤال يصلح لماذا أفعل الفعل أو لتعليل الفعل يبقى مفعول لأجله. تمام. لماذا أصلي؟ طمعا في رضا الله. لماذا أذاكر؟ رغبة في النجاح. تمام. المفعول معه دي موضوعنا، المفعول فيه ظرف الزمان وظرف الزمان المكان، كل ما يدل على زمان حدوث الفعل يعرب مفعول فيه أو ظرف زمان، وكل ما يدل على زمان وقوع الفعل يعرب مفعول فيه أو ظرف زمان. بسأل عن ظرف الزمان بمتى واسأل عن ظرف المكان بأين. متى حدث الفعل؟ صباحا نهارا عشاء، مفعول فيه أو ظرف زمان منصوب بالفتحة. أين حدث الفعل؟ أمام الكافيتيريا، خلف النادي، وسط المدينة، يتعرب ظرف زمان مكان منصوب بالفتح. أما عن اليوم هنبدأ عن المفعول معه. إيه هو المفعول معه؟ تمام. المفعول معه هو اسم منصوب بعد واو تسمى واو المعية، بمعنى مع وتفيد المصاحبة. تمام. المفعول معه اسم منصوب بعد واو تفيد المعية. عاوزين نعرف يعني إيه المعية أو المصاحبة. ذهبت مع أبي، يعني بمعنى كلمة مع، يبقى كلمة معية تفيد المصاحبة، يعني مصاحبة. بس في حاجة عاوزين نعرفها، لما أقول مثال سهرت والمصباحة، مشيت والنيلة، لابد يعرف الجميع إن عبارة عن المفعول معه. أعرفه إزاي؟ هنحط له معادلة، فاعل تمام زائد واو بعد الواو اسم. هكتب على السهم، الاسم لا يشارك الفعل، الفعل في الفعل. تمام. الاسم لا يشارك الفعل حقيقة. في الوقت ده يتعرف مفعول معه. سهرت والمصباح، سهرت والنجوم، هل النجوم هتشاركني في الصباح؟ والمصباح، المصباح الكشاف اللي انا شايفه ده في الكاميرا، هل هو هيسهر معايا؟ لا يعقل، مستحيل يسهر معايا. سهرت والنجوم، هل هي النجوم هتقعد تسهر معايا وتكلمني؟ لا يعقل. مشيت والنيل، هل النيل هيمشي معايا في خطوتي؟ مستحيل. صح. ده اسلوب مجازي. اذا كان الاسم الذي بعد الواو لا يشارك ما قبل الواو في الحدث يعرب مفعول معه، واذا كان يشاركه في الحدث معطوف عليه منصوب بالفتح. معطوف عليه على طول، اصل خلاص متشاركين، الواو تفيد المصاحبه. هل اعطينا يعني جمله؟ محمد للمصاحبة. وعلي الحفلة. أيوة. حضر فعل ماض، محمد فاعل، وهو حرف عطف، عليه معطوف، الحفلة مفعول به. ما نقولش الحفلة هنا هو المفعول معه، ما تنفع علي، لعب كله في علي. فعلي. لأن علي يشارك محمد في الفعل. صح. إذا لم يتم المشاركة أصبح مفعول معه. تمام؟ تمام. يبقى الفرق بين المفعول معه والعطف أن العطف في الواو، واو العطف تريد أن ما قبلها يصاحب ويشارك ما بعدها في حدوث. طب لو قلت سهرت مع المصباح،
مع المصباح مع تتعرف ظرف مكان. تمام. والمصباح مضاف إليه. ما يبقاش مفعول معه. لا ما يبقاش مفعول معه. مع لو جميل السؤال دوت. أيوة. لو قلت سهرت مع المصباح. من الحاجات المهمة جدا لفظي مع. أيوة. لفظي مع في اللغة العربية لفظي غريب جدا. لو مع دي جات بلفظ كلمة معا تتعرف حال منصوب بالفتحة. لو مع دي جات مع كده وبعدها اسم تتعرف ظرف زمان او مكان حسب وضعها. المصباحي مضاف اليه وما بعدها يعرب مضاف اليه. تمام. ودي هناخدها في حالات اعراب الاسم مضاف اليه في اللغة العربية. يبقى المفعول معه تأتي دائما مع و. واو. ولكن ما بعد الواو لا يشارك الفعل في الحدث. هل هناك حروف اخرى لا يعني هو سمي معه بسبب واو المعية فقط. واو بس. واو المعية. تمام. واو المعية بس. تمام. يعني نعود ايضا الى حالة جديدة. هل هناك حالة جديدة للمفعول معه ولا هي حالات المفعول معه عبارة عن الواو استيقظت وطلوع الشمس تعانق الطالب وزميله تنفع فيها عبارتين لان دي تنفع تعانق الطالب المعانقه بين فعلين تنفع مفعول معه وتنفع هنا حرف عطف والاغلب بين زميله حرف عطف مفعول مشارك معه. له مفعول مشارك له في الفعل. تمام. خطب المدير والطلاب تنفع والطلاب وتنفع والطلاب لان ممكن المدير ما يشاركوش الطالب في الخطاب يسمعه بس. تمام. وممكن يخطب بعديه. تمام. فالواو لا تفيد الترتيب والتعقيب ولا تفيد الترتيب مع التراخي. ده كلام ثم. تمام. فيبقى إذن الطلاب تعتبر مفعول معه منصوب بالفتح. دكتور محمد الهادي اسمح لي الجملة طبعا. عندما نعربها بنفهمها الأول. الإعراب فرع المعنى بارك. تمام. الله فيك. لكن آلية الإعراب زي ما حضرتك قلت أنا في ميكنة معينة بتخليني أشوف الجملة ببدأ على طول في إعرابها. لا بد يكون في أساسيات. تمام. زي جدول الضرب أساسيات في عمليات الجمع والطرح والإسماء. تمام. إذا لم توجد هذه الأساسيات في عقل أي شخص لا يستطيع الإعراب. لأن النحو عبارة عن رياضة. عمليات حسابية. واحد زائد واحد اتنين. لما أقول مثلا عفوا اسم نكرة زائد اسم نكرة. الاسم الثاني بتعرف صفة. تمام. حضر فعل ماض. طالب فعل مرفوع بالضمة. كريم صفة مرفوعة بالضمة. إيه التذوق اللي فيها؟ ما فيهاش أي نوع من التذوق. تمام. اسم نكرة واسم نكرة. واحد زائد واحد اتنين. ما فيها من تذوق. ليس فيها تذوق. تمام. أمر عقلي بحت. فالنحو حتى العلماء بيقولوا إنما أنا النحو قياس يتبع. قياس يعني قائم على النظام الرياضي أو المثال الذي يقال يحتذى به. تمام. طيب هل استوفينا كل هذه الحالات الخاصة بالمفعول معه؟ دي أشهر ما يخص فكرة المفعول معه اللي تنفع طالب الجامعة وطالب الثانوية. لكن هناك حالات أخرى فندم. في حالات أخرى خاصة بحاجة اسمها فوق يعني الدراسات العليا. تمام. إحنا على مستوى الجامعات. لو أردنا أن نشير إليها عن بعد حتى يستفيد منها. ده بيرجع ليها الطالب في كتب أوضح المسالك على ألفية ابن مالك شرح الأشموني. تمام. أو شرح أوضح المسالك لألفية ابن مالك شرح ابن هشام. ودي مش مدرجة في الكثير من المناهج الخاصة. مش مدرجة في أي المناهج أو فلسفة النحو أو كتاب اسمه إن في علم النحو للدكتور علي أمين السيد أو في اللي هو النحو بتاع الدكتور عباس محمود حسن. تمام. دكتور خلينا نلتقي أو يعني في اتجاه آخر حول الحال وكيفية إعراب الحال. تمام. أولا ما هو الحال وكيف نقول إنه حال وإزاي نبدأ في إعرابه؟ جميل. كالعادة إحنا هنحاول نبعد عن التعريفات النحوية. تمام. ونتعلم إزاي أعرب الحال وإزاي استخرجه. إحنا عاوزين المعنى أكتر عشان حتى الشباب والدارسين يبقى الفهم هو الأساس في حاضر. استخراج معنى الحال أو هذه الكلمة. الحال لما تيجي تعرفه في الكتب النحوية يقولك هو اسم منصوب أو مصدر منصوب يبين هيئة حدوث الفعل. تمام. وكيفيته. كلام لوغاريتمات محتاج حد يفسره. تمام. فحنضيع الوقت في تفسير العبارة دي. فحنخش الحال أعرفه إزاي. تمام. إزاي أعرف الحال من الجملة. الحال هقول هو اسم منصوب. تمام. دائما ما ينفعش غير كده. يبين هيئة يعني هيئة يعني طريقة حدوث الفعل للفاعل أو المفعول. تمام. اسم نكرة يبين كيف أديت الفعل للفاعل أو المفعول. مثال سافرت مثلا مسرعا. كيف سافرت؟ هسأل عنه يسأل عنه بكلمة كيف.
تمام. زائد الفعل. الإجابة اسم نكرة منصوب يتعرف حال منصوب بالفتحة اللي هي مسرعا. أكلت السمك مشوية. أكلت السمكة مشوية. أدي مفعول به. أكل فعل ماضي، التاء تاء الفعل، السمكة مفعول به، السمكة مفعول به منصوب بالفتحة، مشوية حال. كيف أكلت السمكة مشوية؟ يبقى عشان أعرف الحال بحط للفعل كيف زائد الفعل. بس هل السمكة صفة؟ يعني المشوية هي صفة للسمك السمكة؟ جميل. وإزاي تبقى حال؟ سؤال عبقري جدا. لأن ده في النحو في حاجة اسمها الأشياء التي تصف ويختلف شكلها الإعرابي. تمام. هنمسح بقى كده لأن السؤال ده صعب جدا الإجابة عليه، بس هنحاول. ده ممكن يعمل لخبطة بس. بس مش وحش. تمام. ممتاز. الله. عندي المبتدأ زائد الخبر. تمام. وعندي الحال وعندي الصفة، كل واحد ده بيصف. العلم نور. العلم. تمام. نور. الخبر يصف المبتدأ. تمام. الحال أكلت السمكة مشوية. مشوية دي الحال بتاعت السمكة. دي حال وصفت السمكة. تمام. الصفة حضر الطالب الكريم أو حضر طالب كريم. اسم نكرة واسم نكرة، الاسم التاني بتعرف صفة. اسم عرفة واسم عرفة، في ألف ولام وفي ألف ولام، التاني بتعرف صفة. وهو كله بيصف. الزمن نفرق بينهم ازاي؟ الأصل أن المبتدأ يأتي معرفة، ولا بد أن يكون الخبر نكرة يتمم معناه. تمام. فالصفة هنا تتمم معناه، العلم نور وقفت عليها. الحال هنا نكرة يبين طريقة الفعل. أدي الفعل أكل. تمام. طريقة الفعل اللي هي سويت السمكة مشوية، أو قمت بقلي البيض، أكلت البيضة مقليا أو مسلوقا، دي تتعرب حال. ليه؟ رغم أنها تصف، هي تصف طريقة حدوث الفعل. هنا يصف الخبر الاسم، إنما في الحال يصف الفعل. تمام. في الصفة بتصف الاسم السابق عليها بشرط أن تتفق معها في التعريف والتنكير. لأن ما فيهاش ألف ولام، لما فيهاش ألف ولام، لابد الاثنين اسم نكرة واسم نكرة، أو اسم عرفة واسم عرفة. يبقى اللي هي القانون بتاع سين نون الأولاني زائد سين نون. تمام. أدي اسم نكرة واسم نكرة. سين يعني اسم، نون يعني نكرة. سين يعني اسم، نون الثانية يتعرب صفة. أو سين ميم زائد سين ميم. أيوة. يتعرب صفة. يبقى لو ميم سين اللي هي نعني بيها معرفة. معرفة. اسم عرفة واسم عرفة. الاسم الثاني يتعرب صفة. تمام. يبقى دي الحالات التي يمكن أن يصف كل منها صاحبه، ولكن يختلف المعنى. تمام. وصف الخبر للمبتدأ ليتمم معناه. وصف الحال ليبين طريقة حدوث الفعل. وصف الصفة للموصوف لتبين شيئا ثابتا فيه. تمام. هل استوفينا كل هذه الحالات الخاصة به؟ لسه بقى الحال ده كتير جدا. هناك بعض الكلمات التي وردت عن العرب. تمام. تعرب حال ثابتة. عندك من أولا لغاية عاشرا. تمام. اللي هي أولا، ثانيا، ثالثا، وهكذا لغاية ما تأخذ لكلمة عاشرا. دي تتعرف حال منصوب بالفتحة. تمام. بعد كده لما أقول من ماديا، أدبيا، فنيا، دي تتعرف حال. سليم. ثقافيا، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، تتعرف حال. كلها كلمات عندما نراها فهي حال. الموضوع دي من الناحية نفسيا. حال. تمام. على طول كده. تمام. أجمعين عوضا، كلمة أجمعين عوضا، بدلا، خاصة في آخر الجملة، دي شرط. عامة، قاطبة، عمدا، خطأ، سهوا، دائما، معا، هذه الكلمات تعرب حال منصوب بالفتحة. متى يأتي الحال معرفة؟ في كلمة واحدة شذت عن العرب. تمام. كلمة واحدة شذت عن العرب هي اللي الحال فيها يأتي معرفة. تمام. هي كلمة وحده. وحده.
كلمة لم يأتي الحال معرفة هو طول عمره ناكرة، لا يأتي نعرفة إلا في كلمة واحدة هو نسيجة واحدة. دي الكلمة التي وردت عن العرب فقط. جميع القواميس المراجعة هي دي الوحيدة من الشواذ. هو مبتدأ، نسيج خبر، وحده حال منصوب والهاء مضاف إليه. فكيف أتى الحال معرفة معرف بالإضافة في الكلمة دي فقط؟ تمام. يعني نحن دائما نقول أنه لابد أن نحيط علما بهذه الكلمات، زي ما قال الدكتور محمد الهادي عفيفي، طبعا مع المعرفة التامة بهذه الكلمات والتعود عليها حتى في بعض الجمل. يمكن لنا أن نتدرب مع أنفسنا ونضع هذه الكلمات في جمل فيتأتي دائما دكتور محمد على أنها حال بشكل مطلق. تمام. أينما عبرنا عنها فهي حال دائما. دي أينما عبرنا عنها في أول الكلام في آخر الكلام لابد أن نسأل. أحب الطلاب خاصة. تمام. دي ما حال. تمام. أي كلمة من هذه الكلمات السابقة حال. في كلمات وجمل وردت عن العرب حال لا يقاس عليها. تمام. ممكن نذكر منها البعض حتى لا نضيع الوقت يعني. هي دائما منصوبة بالفتحة. منصوب بالفتحة على طول. على طول. هنا عندي انصرفوا شذ مذر. شذ مذر اللي هي حال بمعنى متفرقين. تمام. مثلا انصرفوا شذ مذر. شذ مذر دي حال. حتة على بعضها كده حال. ورد عرب. اتنين هو جاري. تمام. بيت بيت. الكلمتين على بعض حال، هي جاية كده عن العرب. تمام. فعلته بادئ بدء، دي بنستغملها كتير، كلها جملة حال. لا، بادئ بدء اللي بين القوسين دي هي اللي حال. هي الحال. تمام. سليم. تمام. تفرقوا أيدي شبا. دي حال وردت عن العرب. عاوزين ناخد معاني هذه الجملة التي تأتي في جزء منها حالة. لو أنا قلت انصرفوا شذ مذر أي بمعنى متفرقين. تمام. تعرب جزءان مركبان. تمام. مبنيان على الفتح في محل نصب حال. جميل. هو جاري بيت بيت أي ملاصقا. تعرب جزءان مركبان مبنيان على الفتح في محل نصب حال. فعلته بادئ بدء أي مبدوءا به. تعرب جزءان مركبان مبنيان على الفتح في محل نصب حال. تفرقوا أيدي شبا أي مشتتين. شبا من سد مقرب، أصل المثل يعني. تمام. جزءان مركبان مبنيان على الفتح في محل نصب حال. حتى لو ما كناش نعرف هذه الجمل المعنى أيضا يشير إليها. المعنى تفرقوا حاجة. إيه الحالة؟ شذا مذر. شذا مذر. تمام. جزءان مركبان على طول. في بقى رجع القائد عوده على بدئه. التركيبة دي كلها عوده أي مسرعا. كلمة عوده على بدئه معناها مسرعا. حتى لو ما فهمتش المعنى أكيد هو حال لما أنا ذكرت مفعل. الأصول. تمام. التي لا تختلف وذكرت الشواذ اللي في اللغة فقط. تمام. يبقى كده عملنا حصر. تمام. اسمح لي دكتور محمد الهادي ناخد فاصل ونعود مع حضرتك مرة تانية ومع السادة المشاهدين. خليكم معانا، لسه الكلام كتير والنحو زي ما بقول لحضراتكم سهل، محتاجين بس تدريب ومران، وإن شاء الله من خلال برنامجنا يا نبيع المعرفة نكون قدمنا لكم على مدار حلقات طويلة إن شاء الله كل ما يخص النحو والإعراب. ابقوا معنا. ولسه معاكم اعزائي المشاهدين مكملين مع حضراتكم وحالات الحال واعرابها في الجمله، ومعانا الدكتور محمد الهادي عفيفي. اهلا وسهلا بيك مره ثانيه يا فندم. وقفنا مع حضرتك عند بعض الجمل الوارده والمشهوره في يعني الادب قديما. هذه الكلمات ومعانيها يمكن حتى لو ما فهمناهاش هنبين قوي ان هو ده الحال للجمله او الفعل الاول. المزيد من هذه الجمل ولا هنبدأ في شيء تاني؟ هنكمل إن شاء الله درس الحال. إحنا قلنا إن في كلمات وردت عن العرب أو جمل وردت عن العرب زي قول مثلا هو نسيجة واحدة. تمام. واحدة تتعرف حال، انصرف وشذ مذر، جزءان مبنيان على فتح الجزئين في محل نصب حال، هو جاري بيت بيت مبنيان على فتح الجزئين في حال، عاد القائد عوده على بدء
جزئين على ابني الجزئين حال، تفرقوا ايدي شبه حال. هنيجي ناخد حاجه اسمها ازاي احول اعرف الحال المفرد تمام واحول القانون اللي هو مشهور بين الناس الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احول. يا ريت يا فندم. ده بقى القانون اللي عامل قلق للناس كلها ومشاكل وعاوزين نعرف كل واحد يجي يقى طالب يجي يقول لي مش بعد المعارف احوال وهو عاوزين نعرف يعني ايه معارف يعني ايه نكرات. تمام. اول حاجه هنبداها مع بعض الحال المفرد. احنا قلنا الحال المفرد اهو اللي بيجي بيبان هيئه الفاعل. تمام. هيئه الفاعل بس هي دي مشكلتنا معاه. بسال عنه بكيف زائد الفعل الاسم المنصوب اللي يجي بعديها سليم المنصوب ده بيتعرف حال. تمام. مثلا ساعه مثلا مثلا ايه ساعه الطالب سعيا مسرعا. لو قلت سعيا مسرعا هتبقى مفعول مطلق. تمام سليم ودي دي صفه. أمين. ساعة الطالب مسرعا او مثلا هنا هنبقى دي تعرف حال منصوب الفتحه اكلت التفاحه نهما لا شربت الماء ايه عذبا شربت الماء عذبا حال منصوب كيف شربت الماء شربته عذبا او ملحا يبقى هو حال للماء. تمام انا بقى دي جزئيه الحال ان هو بيصف الفعل الحال بيصف الفعل. الفعل في فرق بين الحال ادي الحال اهو يصف الفعل ساعة عزبا يصف الفعل شاربة. تمام. احنا عاوزين نعرف الحال المفرد انا عندي ازاي اعرف الاسم صفة لكن لما نقول ماء عزبا يبقى دي صفة الماء العزب. تمام. الماء مثلا وانا قلت شربت الماء العزب هنا ألف لام يبقى هنا معرف. لو قلت شربت الماء العذبة شرب فعل الماضي التأتأة الفاعل الماء مفعول به أول دي تتعرف صفة لأن اسم معرفة في ألف ولام يلي اسم معرفة في ألف ولام يعرب الثاني رقم اتنين صفة دي هنا ما نقولش عليها حال ما يتعرفش حال. تمام. سليم لو أنا قلت شربت لأن الألف واللام دخل عليها فندم ماء عذبا تمام هتتعرف شرب فعل الماضي التاء الفعل ماء المفعول به عزبا صفه لان دي اسم نكره ياخد من اداه التعريف ودي من اداه التعريف. اذا لو انا حطيت اداه التعريف الماء اهي الماء ودي بدون ماء وهنا هنا اداه التعريف ودي بدون اداه التعريف. اذا لو كانت الكلمتين متشابهتين في التعريف او التنكير تعرف الثانيه صفه على طول يبقى شربت الماء العذب. تمام. هنا انما لو قلت شربت شربت الماء ادي الماء دي اسم مفعول به تمام دي معرفه عذبا بقت دي حال. تمام. لان الحال لا يشارك ما قبل يبين شكل الفعل والحال بياتي نكره بعد معرفه. تمام. نكره بعد معرفه نادي معرفه ومعرفه. تمام. نكره ونكره متشابهتين. وعاوزين نوضح للساده المشاهدين الالف واللام هي التي تعطي المعرفه وبدون الالف واللام تبقى نكره اسم المعرفه. تمام. يعني في الف ولام. تمام. لو تتالى اسم في الف ولام بعديه اسم في الف ولام دي رقم واحد ودي رقم واحد حسب مفقوع قبل الثاني بيتعرف صفه صفر نكره نكره صفه نكره نكره صفه معرفه نكره. تمام. يبقى على طول حال. لو حطيت القانون هنا معرفه سين معرفه بعديها اسم نكره هنا فيها مشكله. لو هي جايه معرفه ونكره بس كده العلم نور مبتدأ وخبر. تمام. لو سبقت بفاعل لابد يكون قبلها فعل هتتعرف نكره هنا حال. صح. ما هي الكلمات دي اسمها بنسميها احنا بقى العوامل في النحو. العوامل يعني الحاجات اللي بتغير الوظائف اللغويه دخول فعل دخول حرف. تمام. دي اسمه العوامل في اللغه العربيه. يعني هنا العلم نور لو دخلت قبلها فعل هتخش لو أنا مثلا إيه؟ حال. علمت لو أنا مثلا قلت أبصرت العلم نورا. تمام. أبصرت لو أو شاهدت العلم نورا. لو قلت شاهدت تمام العلم نورا. تمام. شاهد فعل ماضي التأتأة الفعل العلم مفعول به منصوب بالفتحة نورا حال منصوب بالفتحة. لو أنا قلت رأيت العلم نورا رأيت العلم نورا ورأى دي بمعنى ظن بقت العلم مفعول أول نورا مفعول تاني. الإعراب فرع المعنى. فلو رأى بمعنى شاهد أو بمعنى أبصر
تنصب مفعولا واحدا وهو بعدها يتعرف حال. تمام. لو بمعنى ظن العقلية أو الشيء العقلي تنصب مفعولين أصلهم المبتدا والخبر، ودي خدناه في درس المفعول به. هنا لو الأمر مستتر بالنسبة للكاتب، الكاتب هو الذي يقول نحن نظن، ده شيء الباطن في الداخل. تمام. للراجل الحس يعني عفوا، كلما زاد التعليم كانت الأمور فيها نوع من الفلسفة. تمام. وكلما قلت الثقافة كانت الأمور تقع للأمور الحسية أعلى. تمام. فلما يأتي مثلا راجل بسيط من العمال ويقول لي شاهدت العلم نورا، يبقى شاهد بمعنى أبصر. تمام. لو أنا بيجي لي واحد زي مصطفى محمود بيقول لي شاهدت العلم نورا، يبقى هو شاهد بمعنى ظن أو علم. إذا الإعراب هنا إذا أتى في الامتحان الاثنين مجاز. مجاز الإعراب بس بشرط إن بيوضح لو إن هنا في حاجة اسمها زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه جبريل. تمام. وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. العلماء دي فيها لها دخلة جامدة جدا. تمام. الرسول قال الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفة جبريل بأنه لا يقرأ. إذن لماذا جاء الأمر؟ قال ما أنا بقارئ. في الكتابة هي ما أنا بقارئ ونقطة كده، وفي ما أنا بقارئ وعلامة استفهام كده. اللي بيجي يلقيها بنبرة واحدة. فبيغلط يقول لك لما جاءه جبريل وضمه في غاره وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعلم القراءة. تمام. الأولانية نافية. تمام. الماء. فضمه الثاني وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما الذي أقرأه؟ دي استفهامية. ما هنا استفهامية؟ صح. ما هنا حرف نفي؟ هنا الحقيقة فندم في هذا الموقف جاءت نافية ولا استفهامية؟ من النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى للنبي كانت ينفي عن نفسه القراءة والكتابة. في الثانية قاله ما الذي أقرأه؟ طرف قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الخلق وقرأ عليه القرآن. النبي لم يكن يردد نفس الجملة ليقول له أنا لا أعلم. لم يكن رسول الله، ولذلك النحو هنا مشكلة. الله الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر ما أنا بقارئ عين من الكلام. لا، لما ضمه جبريل في المرة الأولى وقال له اقرأ، قال ما أنا بقرأ، يخبر جبريل أنه لا يعرف القراءة والكتابة. تمام. في المرة الثانية ضمه جبريل وقال له اقرأ، قال وما الذي أقرأه حتى أقرأ. تمام. فقال له اقرأ، يبقى ما الأولى عند رسول الله نافية. اسمح لي، ولكن استفهامية عما كان يطلبه منه جبريل. ولكن النبي لم يقرأ بشيء مكتوب أمامه، ولكن قال وردد بعد ما قاله سيدنا جبريل. القراءة معناها الترديد أو القراءة، لأن كان جبريل يقرأ وهو يقرر وراه. إذن هي قراءة أيضا والترديد. يعني الترديد قراءة. قراءة. تمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في حديث قراءة الإمام قراءة للمأمومين. تمام. فإذا سمعت قراءة والسماع قراءة. هذه حالة جميلة جدا. أننا ما إذا رددنا وراء من قرأ فإننا نقرأ معه. تمام. ليس بأنفسنا ولكن من خلال غير. من خلال غير. تمام. نكمل بقى قصة الحال. وده هيخلينا كمان لما نيجي نقرأ أو نسمع القرآن الكريم فلنا أجر القارئ نفسه، لأننا نستمع وندركه فنحن معه في القراءة. تمام. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمام. حتى المقولة العربية الشهيرة القارئ حالب والسامع شارب. الله. لأن هو بيتمعنا أكثر من القارئ. تمام. والاثنين لهم نفس الجزاء. نفس الجزاء إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ماذا ستقدم لنا يا فندم؟ هنكمل الحال دقيقة نختم بعدها الحلقة ونستكمل في حلقة قادمة. هنستكمل الحال في أي جزئية؟ لنا دقيقة؟ تمام. الوقت السرع. كنا عاوزين نكمل إن الحال أحيانا بيكون الحال بتيجي في حاجة معينة زي هذا. أيوة. أبي مهندسا. نعرف الجملة دي إيه؟ هذا مبتدأ. أبي خبر. مهندسا حال. ازاي؟ في حاجة اسمها في اللغة العربية الحال التي تأتي معنوية، يعني اصل العبارة دي هذا اصلها اشير الى ابي مهندسا، فوضعت كلمة اسم الاشارة تحل محلها كلمة اشير. فلما تحذف كلمة اشير شيل كلمة اسم الاشارة هذا وحط معناها اشير الى ابي مهندسا، يبقى كيف اشير؟ صح. مهندسا اسم الحال المنقلب او الحالة المعنوية، العامل المعنوي للحال. تمام.
ودي نختم بيها ان هذا ابي مهندسا تمام. ونكمل الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال في الحلقه القادمه ان شاء الله. دكتور محمد الهادي عفيفي دكتوراه في الارشاد النفسي وموجه لغه عربيه، بشكر حضرتك بارك على هذا اللقاء، استفدنا جدا من علمك فيك. ونرجو اعزائي الشباب تكونوا معنا استفدتم، ننوه لحضراتكم مره ثانيه هذه الحلقات ان شاء الله تعاد في نفس اليوم، وبعد ذلك هي مرفوعه على اليوتيوب على قناه التعليم العالي، الرجوع اليها ايضا والرجوع الى الدكتور محمد الهادي عفيفي في موقعه للسؤال، وهو قال لنا ان هو هيقدم لنا حالات كثيره جدا مما قدمه في هذه الحلقات حتى نستطيع ان نعرفها معا والتواصل معه. بشكركم اعزائي المشاهدين وارجو دائما التفوق في الدراسه في الجامعه بمشيئه الله، الى ان نلقاكم، لكم منا الف تحيه والى اللقاء.